بيقولوا احنا لما جينا الدمازين هنا وسالنا عن الشخصيات المشهوره والمؤثره في المجتمع ودلون عليك انت يا عم احمد ابي ايات، وقالوا لنا انك انت عندك ثعابين ومربي مروض مجموعه من الحيوانات المفترسه، قالوا لنا ان انت عندك سر بتتعامل به مع الحيوانات ده، صحيح؟ والله سر يعني هو زي الطفل ليس ممكن تضربه يجري منك ويخاف، ممكن تحاول تعامله معاملة طيبة جدا يشوف في الشارع يجري يتلقاك. فهذه الحيوانات دي مثل الأطفال طبعا، تعاملها معاملة طيبة بتعاملك معاملة طيبة، تعاملها معاملة بتاعت عنف تعاملك معاملة. طيب نرجع للكوبرا، الكوبرا مشت وين؟ أي طيب أول حيوان تربيته الكوبرا دي. عم أحمد أمسك راسه. أي ما بتعمل حاجة. فالكوبرا دي لتغت واحد أخونا وهو اسمه يونس، نظيف في القوات المسلحة، فضربته ضربة غادية ومن السلاح الطبي الدمازين ودوه إلى الصلاح الطبي أمدرمان، تم 3 يوم بقي في حق الله سبحانه وتعالى. فأنا حاولت ابتعدت الكبرى الملك من هذه شنو الأسرة على حسب طبعا العمل بتاعي. أنا عندي أولاد هنا ممكن الصعبان ده يسبوه موية، ممكن يدوه أكل يأكل، فابتعدت الملك الكبرى. لكن عندي وشاش، الوشاش ده طبعا أغلبيته بيجي من ولاية لا خلي صندوق مقفول. أي خلي صندوق مقفول. الوشاش ده شنو؟ الوشاش ده هو كمان ده ثعابين من الثعابين الكعبة المضر شديد بالمعاملة القاسية، ممكن تضرب إنسان تقتله طوال. يعني هي والملك الكبرى واحد، بعدين الثعبان بكركورو والثعبان بدرك. الكركورو أيوة أنا عاوز أقول لك بدرك ده هو ده الهسع الضغط. لا بدرك ده بيعمل شنو جروح. الدرك ده بيعمل جروح فوق الجسم، ممكن يقطع العظم بتاع الانسان، يقطع الرجل، يقطع الكرة، محل ما يعطي طبعا. ده هو الكركورو ده. والوشاش؟ فين الوشاش ده ممكن يعضي يعمل لك اعراض بسيطه يعني ممكن تعاليه.